واش يمكن يكون في الانتخابات 2021 العزوف على المشاركه في الانتخابات؟ هو دائما يعني ما يمكنش نقولوا انه كاين عزوف، هو كاين يعني قلق، يعني كاين عدم الثقه في مجموعه من الوجوه اللي كرسات انها تبقى متواجده كما تنقولوا، يعني سجلات وحفظات الدوائر ديالها. يعني هذا هو اللي تيخلي الشباب انه ما يكونش يعني تيشارك في العمليه الانتخابيه، ولكن الشباب يعني اليوم تيمارس السياسه يعني كذلك من خلال الفضاءات السوسيو اجتماعيه، كذلك يعني في الكليات، يعني حاضر في الاحتجاجات الاجتماعيه كلها اللي تطالب بالعداله وتطالب يعني بالشغل وتطالب بالسكن وتطالب بالتعليم. يعني بالنسبه لك الشباب تيشاركوا في الحياه السياسيه، ولكن غير المشكل كيف في المشاركه في الانتخابات؟ بالفعل انا ديما يعني الشباب يعني منذ يعني النشأة ديالنا ولا منذ يعني قبل من الاستقلال ديال المغرب ولا من بعد الاستقلال، دائما يعني الشباب كان حاضر يعني في كل الحركات، يعني حتى في الحركه الوطنيه انا الشباب كان حاضر وانا قاد مجموعه من المبادرات، كذلك يعني في المسيره الخضراء يعني كان الشباب حاضر بشكل قوي وساهم يعني في تعبئه ديال المشاركه المواطنات والمواطنين اللي شاركوا في هذه المسيره. اليوم اننا اليوم تندافعوا عليها يعني تنترسخوا وتنترباوا عليها يعني في المؤسسات ديال التنشئه الاجتماعيه، يعني الشباب اليوم دائما في كل المبادرات الاجتماعيه انه حاضر تيقوم بما هو سياسي. اليوم تنشوفوا يعني الشباب يعني في التوجهات ديالهم التعليميه، يعني تلقاو افاق عند الشباب، يعني حاضر في مجموعه من الجامعات، حاضر في مجموعه من مراكز القرار، لا على المستوى الوطني لا حتى على المستوى الدولي. نسبه مهمه من الشباب المغربي اكثر من 70% عازفين عن المشاركه السياسيه، بالاخذ بعين الاعتبار بانه 40% من الكتله الناخبه هم شباب، ونتائج الانتخابية السابقة كتأكد لنا نسبة العزوف الشباب المغربي أو الشابات المغربيات على المشاركة في الحياة السياسية، وهذا طبعا عنده مجموعة من الأسباب البنيوية اللي مرتبطة بالحياة السياسية، فيها جانب اللي هو عنده إرث الماضي وكذلك الحاضر، حيث المجتمع حيث الشباب المغربي عنده تطلعات للتغيير وتحسين الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والواقع المعاش كيثبت العكس ذلك. الأحزاب السياسية كترفع شعارات التغيير، شعارات العدالة الاجتماعية، الحرية، حقوق الإنسان، الكرامة، وملي كنجيو الواقع اليومي الشباب كيلمس عكس ذلك، وبالتالي هذا كيعمق منسوب فقدان الثقة في المشهد السياسي عامة، وفقدان الثقة في المشاركة وفي الأحزاب السياسية بشكل خاص. بعض الاحزاب السياسيه دائما تتعول على الوجوه القادمه باش تربح رهان تاع الانتخابات، بالنسبه لك انت كيفاش تشوف هذا الامر؟ انا كنعتبره هو اشكال حقيقي، خاصه بان قيادات الاحزاب السياسيه او كذلك بعض التنظيمات كنشوفوا نسبه شيخوخه القيادات، وهذا مؤشر سلبي كيعطي للشباب كيأكد لهم بأنه مجال لا وجود لهم ولا مكان لهم داخل في المشهد السياسي وفي الحزبي، وبالتالي الضرورة تقتضي أمام أن نسبة كبيرة ومهمة في المجتمع هي شباب، خصنا نعطيهم الفرصة في التمثيلية في الأجهزة ديال الجمعيات وديال الأحزاب السياسية، نعطيهم الفرصة في المشاركة في صنع القرار، نعطيهم الفرصة في أنهم يمثلوا الفئة اللي كينتميوا لها، يعني من الشباب وإلى الشباب ومن أجل الشباب، ما غلقوش طبعا أكثر من سيفهم الشباب من غير الشباب، طبعا بأخذ بعين الاعتبار بأن الشباب هي فئة غير متجانسة تعرف تحول وتعرف دينامية وكتعرف الاختلاف، وبالتالي خصنا ناخذ بعين الاعتبار ما تتميز به هذه الفئة. من اليوم مطلوب من الاحزاب السياسيه انها تعيد النظر، وانها ما تبقاش انها كما تنقولوا انها تخطا يعني مع الموعد، يعني ممكن ان هذا الموعد هو تيجي من بعد 10 سنين من بعد الدستور ديال 2011، ممكن ان اليوم يعني الاحزاب السياسيه والزعماء ديال الاحزاب السياسيه انها يعني تصالح مع ذاتها وانها تبرز يعني قيادات جديده من اجل الشباب، يعني باش تبنيو واحد لاغوليف، يعني كيف ما تنعرفوا مجموعه من المناضلات والمناضلين اليوم انهم تدافعوا يعني على القيم ديال المجتمع وتدافعوا على المجتمع، حيت هادشي اللي وصلنا ليه اليوم يعني وصلنا ليه مجموعه من الاحزاب السياسيه ومجموعه من المناضلات والمناضلين الحقيقيين، يعني هذوك المناضلين والمناضلات الحقيقيين يعني اليوم ما بقيناش نلمسوهم في المؤسسات التشريعيه ولا في المؤسسات يعني الانتخابيه على مستوى الجامعات الترابيه، اليوم مطلوب من الاحزاب السياسيه يعني تعاود تصالح مع ذاتها، يعني اليوم تعطي الكلمه الشباب يعني في التزكيات على المستوى المحلي على مستوى يعني الدوائر البرلمانيه. الان هناك نقاش حول اللائحه تاع الشباب، بالنسبه لك انت واش مع الناس اللي تايدوا هذه اللائحه هذه، او يعني الشباب خصو يخرج ويعبر على راسه ويجيب على دراعه كما تيقول؟ طبعا نعلم جميعا بان من الاسباب ديال اعتماد اللائحه الوطنيه للشباب له مجموعه ديال الاسباب اللي كنا كنعرفوها،
اللي هي تخط باعتبارها آلية من الآليات لإعطاء الفرصة للشباب، خاصة مع دستور 2011 اللي عطانا إمكانية ديال تواجد 30 شاب وشابة داخل مجلس النواب، كذلك اعتماد ديمقراطية تشاركية، مجموعة من الأشياء اللي هي إيجابية. فهاد الآلية كنا كنشوفوها بان اليه غتعطينا فرصه للشباب من اجل اننا انه تعطى له فرصه امام طغيان او سيطره القيادات السابقه كاليه، هي نفس الاليه اللي تعطات لتمثيليه النساء، الا ان هذا الشباب باش يكون فاعل ونربطوا تواجده بالفعاليه ماشي فقط بالتمثيليه، خاص يكون مكون متمرس كيمثل الشباب، ما نربطوش فقط بالانتهازيه، وما يوليش هذا الشاب كيتملق وانتهازي وعكس القيم اللي نظن عليها جميع كمجتمع مدني منذ سنوات. وبالتالي كنشوفوا بان نحتاج الى نقاش مجتمعي، ماشي بالسهل نقولوا باننا خصنا نلغيو اللائحه الوطنيه للشباب حيت الواقع كيثبت بان ما تغيرتش مجموعه ديال الاشياء، وبالتالي صعيب نقولوا بانه خصنا نرفضوا تمثيليه الشباب، والا خصنا اليه اخرى باش نفرضوا على الاحزاب السياسيه انها تعتمد اليه تمثيليه الشباب داخل سواء الاجهزه التنظيميه ديالها الداخليه من خلال ديمقراطيه داخليه حقيقيه اللي كنشوفوها كتغيب في بعض التنظيمات. انا ماشي مع يعني لائحه ديال الشباب لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى الوطني، انا مع الشاب انه ينطلق من الدرب ديالو، من الدائره الانتخابيه ديالو، من الحي ديالو، من الجامعه اللي تنتمي له، ومن العمل ديالو. يعني عندنا مجموعه من الشباب اللي اليوم انهم يعني فازوا في دوائر ديالهم وانهم تيعطوا مثال، كذلك اليوم الشباب تيسيروا بعد الجامعات اللي واخا تكون قرويه، ولكن ان الشباب انهم تيساهم في التسيير ديال الشان المحلي وبين على الجدار ديالو، كذلك حتى النساء انهم تما بينوا على الكلمه ديالهم. ممكن نعطيو للشباب والنساء هذه المره، وكذلك انه غيكون مجتمع ديمقراطي تيساهم في التنميه الحقيقيه. ومن هذا المنبر كنوجه دعوه لجميع الشابات والشباب المغاربه انهم يتوجهوا للمشاركه من اجل صنع التغيير، سواء المشاركه باعتبارهم ناخبين لهم سلطه القرار، باعتبارهم لهم جزء من السياده باعتبارنا داخل بنيه ديمقراطيه، وكذلك او من خلال مشاركتهم داخل الانتخابات باعتبار انهم يترشحوا وانهم يساهموا في التغيير. طبعا التغيير ما يمكنش يكون الا ما شاركوش فيه الشباب، وهذه دعوه للجميع اننا نحاولوا نشاركوا في صناعه التغيير.